مرحبا صبايا، الله يسعد اوقاتكم يا رب. معكم شزة جلال، رجعت لكم بفيديو جديد. هلا هون الصبح رايحة اجيب بنتي من المدرسة. اليوم عنا المطر، ما شاء الله، الله يبعث الخير يا رب. المطر كبس كبس، ما هديت يعني ابدا، من الصبح للمساء والمطر عم تنزل، وبرد برد مو طبيعي. تقولوا الشتاء يعني رجع بلش من اول وجديد. هلا هي يمكن هي توديعات الشتاء، يعني ايام الاخيرة للشتاء. هون واقفة عم استناها لحتى تطلع، وهون كل الأهالي كمان عم بيجيبوا ولادهم من المدرسة. اليوم ما عملنا ولا درس. ماما ماما ليش؟ اليوم بعمل لا ما عمل مزايف ولا لا بس لا هلا عندهم من بعد هذا اليوم الدوام في 10 أيام عطلة، لأنه هون عندهم عيد النيروز، عيد رسمي قرب. عيد النيروز هون بيحتفلوا فيه، يعني عندهم يا أكبر عيد بكل السنة، مشان هيك كان اليوم آخر يوم بالمدرسة وكانوا عم يحتفلوا. يعني لا أخذوا دروس ولا أخذوا وظايف مثل ما سمعتوا بنتي شو قالت لي. فمشان هيك هلا عنا 10 أيام عطلة. هلا أنا رحت جبت بنتي الثانية كمان من المدرسة الثانية، مدارسهم جنب بعض، كل وحدة بمدرسة بس المدارس كتير قريبة على بعضها. طلعنا حطينا غراض الغراض بالبيت، الشناتي وهيك، وهلا رايحين على السوبر ماركت رح نجيب غراض. لازمني هيك كم غرض للبيت. والبنات كتير مبسوطين وفرحانين انه هلا عندهم عطلة. يعني حتى بالمحلات في كتير عجقة وزحمة، يعني عيد هيك الناس محتفلة وعم تاخد غراضها. وهون بالعيد بيعملوا زينة كتير حلوة، هيك بيبيعوا حتى منا، انه بيعملوا مثل حشيش، قطعة حشيش وبيض مسلوق بس ملون، بيلونوه بيرسموا عليه اشكال. وفي حلويات كمان خاصة بالبلد هون، ما بعرف اذا حدا بيعرفها، بيعملوا شكر برا والبقلاوة وهيك شغلات، يعني في شغلات خاصة بهذا العيد. ما بعرف يمكن فيديو الجاي، هلأ هاي زينة العيد كمان، عيد النيروز، يمكن فيديو الجاي هيك أعمل شوية زينة وورجيكم. شوفي الماركات،
وهلأ هون رجعنا على البيت، بس أكلنا مطر ومطر، يعني أنادرنا وجراباتنا كلياتنا كانوا مي. عن جد ما في أحلى من البيت في الشتاء، يعني بتحسوا بقيمته أكتر. هلأ هون جبت لفت وشاوندر وجزر أحمر، رح ساوي مخلل اللفت مع الشواندر أو شمندر، ما بعرف شو بتسموه، شواندر ولا شمندر. ورح ساوي مخلل مع الجزر الأحمر كمان. هلأ هوني عم أقشر اللفت، بقشر اللفت وبقشر الشواندر وبغسلهم منيح، والجزر كمان جزر أحمر، أو بتقدروا تحطوا جزر عادي يعني ما بتفرق. هلأ هوني عم أقشر الجزر وغسلتهم وحطيتهم بالمصفاي لحتى يصفوا، هون بفرمهم هيك على شكل الزجزاج، يعني هيك بيضلوا مقرمشين اكتر وشكلهم احلى. هلا كتير طيب على رمضان، يعني انه اخف نوع من المخللات، انه ما بيجي مالح كتير. برمضان انا ما كتير بحب اكل مخلل مشان ما نعطش، يعني بيعطش، بس مخلل اللفت عن جد بيقبل، بيفتح الشهية وكتير طيب ومو مالح بنفس الوقت، مو كتير هالمخلل اللي يعني مالح. هلا بتقدروا ما تقشروا اذا بدكم، اغسلوه منيح وفيكم تستعملوه عادي بقشره يعني. وهي الشوندر، وهلأ هوني بعد ما فرمتهم وخلطتهم هيك مع بعض، وبتقدروا تحطوه بأي علبة بتكون، يا بلور، بلاستيك، قنينة، قطرميز، أي شي. هلأ هوني عندي مي مغلية، يعني بخليها تغلي على الأخير. كل 3 كاسات مي، هي الخلطة هوني عم جهزها، كل 3 كاسات مي بدها كاسة خل، و3 معالق كبار ملح، ومعلقة صغيرة سكر، يعني هاي الخلطة، وانتو بعدين زيدوا قد ما بدكم. هلا بكتب لكم كمان الخلطة تبعت المخلل، المي تبعيتها، واهم الشي تكون المي عم تغلي، وبعدين بعد ما تغلي بنرفع مع النار وبنحط لها الخل والملح والسكر. انا هون بالطنجرة حطيت 9 كاسات مي، حطيت لهم 3 كاسات خل و9 معالق ملح ومعلقة ونص كبيرة سكر، يعني بدال 3 معالق صغار سكر، وعم حركن منيح لحتى يدوب الملح، وبحط المي وهي سخنة وعم تغلي غلي، يعني هاي أهم نقطة، حطوها هي وسخنة نار. وما تخافوا يعني ما رح يستوي المخلل أو يطرى ولا أي شي، بالعكس بهي الطريقة بتعقموا المخلل وبتعقموا العلبة بنفس الوقت. هلأ طبعا العلبة لازم تكون كتير نظيفة، بس انه هيك نحطها سخنة المي ونسكر عليهم وهي سخنة، يعني كل شي بيتعقم، هيك بنضمن انه ما يعفن المخلل او ما يصير فيه عليه طبقة، وبيطلع كتير طيب وعم يقرش قرش، يعني لا بيستوي من المي ولا بينهرس ولا اي شي. هلا هون انا رجعت جهزت خلطة تانية لانه يعني ما كفتني، كمان رجعت غليت مي وجهزت الخلطة، وفورا بعد ما حط لهم المي فورا بسكر عليهم. بس هلا شوفوا كيف طريقة التسكير. بجيب هذا النايلو تبع التغليف، الرول التغليف او اي كيس عادي، يعني قصوه واستعملوه بهاي الطريقة، بحط النايلو عليها وبسكر فورا، يعني هي وسخنة هيك، يعني مثل كأنه عم نسحب الهواء من قلبها. وهلا هيك بيكون المخلل عندي جاهز، كتير سهل وبسيط، وان شاء الله من هون لرمضان بيكون استوى. اهم شي حطوه بمكان يكون دافي، هلا رح حطه جنب الصوفاج. وهلا هون كمان على هالجو البارد والمطر والبرد قررت اعمل شوربة، صار بدها شوربة، يعني شوربة الخضار مثل ما شايفين عندي بصل وثوم مفرومين وجزر وبطاطا بروكلي. وهلا هون عندي كمان الفروج سلقته استوى، من اول ما جيت حطيت الفروج على النار بالاول، هلا رح ارفعهم
وبحط كل الخضار، يعني ولا أسهل من هيك. وهي الشوربة كتير مناسبة لرمضان، عن جد كتير طيبة، هي كتير مناسبة لرمضان، سهلة وسريعة. وهلأ هيك صارت الشوربة جاهزة، وكتير كتير طيبة وكتير صحية كمان. شفتوا ما حطيت لها كتير بهارات ومنكهات، بس مكعب ماجي وملح، لأنه هي لحالها أنه نكهة الخضرة كلها والفروج وهيك. وبعد ما حطيت الشعيرية تركتها تغلي شوي هيك، شي 5 دقايق 10 دقايق وخلص. وكتير طيبة بالأخص هلأ هيك على هالجو البارد والمطر.